أنا رهف، أتحدث إليكم وأنا أحمل لعبتي المفضلة، دمية صغيرة. اشتريتها من أحد الأسواق وأحببت شعرها الأشقر. بجانبي يجلس الدب الأحمر الصغير الذي اعتدت أن أنام وأنا أعانقه. قد تتساءلون لماذا أخبركم عن ألعابي. أشعر بالإطمئنان بجوارها أكثر من شعوري بالأمان مع زوجي. هذه الدمى رفيقتي في منزل الزوجية، هذا المنزل الذي أشعر بداخله وكأنني أعيش بسجن. اختبرت شقيقتي الكبرى هذا الشعور من قبلي. كان اسمها رغد وتزوجت قصرا وهي طفلة. حملت بابنها وليد لكنها ماتت وبقي هو حيا. لم يرق قلب والدي وقرر أن يجعلني زوجة لزوج رغد. يراني والدي سببا بحصوله على الأموال. يوم زفافي كان أشبه بالعزاء، وأمي المسكينة كانت تعيش بين نارين. كان الحزن في قلب أمي قد حط رحاله على فراق أختي رغد وعلى إجباري على الزواج. في نفس الوقت كانت أمي تحاول أن تشعرني بشيء من أجواء الفرح. آه يا أمي المسكينة. أبعدت يدها مرارا وهي تضع أحمر الشفاه على شفتي يوم زفافي. في ذلك اليوم كنت أريد الصراخ فقط. كنت أعرف بأن أياما سوداء تنتظرني. أنظر إلى ابن شقيقتي وليد الذي أصبحت مسؤولة عنه الآن. كان يبكي وكنت أبكي معه. في أول يوم ذهبت به إلى منزل زوجي لا أنسى شعور الخوف. كنت خائفة حزينة أترقب ما الذي سيحدث لحظة بلحظة. أستيقظ كل صباح وأجد أمامي وجه رجل بعمر أبي. عقله لا يحتمل أن أقول له لا، إذ من قلت لا عن أمر طلبه فإن عقابي الضرب والشتم. ما أقسى ذلك الشعور عندما ضربني لأول مرة، وليتها كانت الأخيرة. هل تعلمون ما أكثر شيء أتمناه في الوقت الحالي؟ أتمنى ألا أموت كما ماتت أختي التي كانت طفلة أيضاً.